بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام مستمعي إذاعة نداء الإسلام إلى هذا المجلس السادس والدرس السادس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل فيه بالشرح والتعليق والبيان معالي شيخنا الجليل الوالد الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأذنكم في البدء في تلاوة بقية أحاديث باب التخلي، إذ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى قال: مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب حائط فبال وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يتبول فإنه يختار المكان الرخو من الأرض حتى لا يتطاير عليه رذاذ البول إذا كانت الأرض صلبة التي يتبول عليها. وعن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. نعم، من آداب التخلي أن لا يبول الجحور التي تسكنها الحشرات، لأنه يؤذيها وربما أنه يتأذى بها وأنها يعني يحصل منها شيء من الضرر عليه إذا كانت من ذوات السموم أيضا، فلا يبول في الجحور، وربما تكون مأوى للجن فيصيبونه. نعم. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنه يقول إنها مساكن الجن. كذا. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. نعم، اتقوا اللاعنين يعني الأمكنة التي إذا قضى حاجته فيها يلعنه الناس، لأنها من مرافقهم، لأنها من مرافقهم التي يرتبط كالظل الذي يجلسون فيه، الطريق الذي يمشون فيه، غير ذلك، فهم يلعنونه، فلذلك سمي هذا المكان باللاعن. نعم. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن الثلاث أي الأمكنة التي يلعن من أفسدها على الناس من مرافقهم، وهي البراز في الموارد يعني قضاء الحاجة، يعني التغوط في الموارد في التي يردها الناس، المياه التي يردها الناس من البرك ونحوها، وكذلك الغدران التي تجتمع فيها السيول، لأن هذا يحتاجه الناس ويشربون منه، فإذا رأوه قد أفسد عليهم لعنوا من فعل هذا وهو مستحق للعن، نسأل الله العافية. البراز في الموارد وطريق الناس، قارعة الطريق يعني الجادة التي قرعتها الأقدام مقبلة مدبرة
لأن هذا ينجس المارة ويلوث الطريق عليهم، والظل الذي يستظل به الناس، ظل الشجر، ظل الجدار الذي يستظل به الناس ويجلسون فيه فيفسده عليهم، فيترتب على هذا أن الناس يلعنون من فعل هذا وهو مستحق للعنتهم لأنه آذاهم وأفسد عليهم مرافقهم. نعم. وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. نعم، يعني المكان الذي يتوضأ فيه لا يتبول فيه لئلا يصاب بالوسواس، فيخيل إليه أنه تطاير عليه شيء من البول، أو أنه لم يتطهر من البول أو من الحاجة، من آثار الحاجة، فعليه أن يتنحى إذا قضى حاجته في مكان، أن يتنحى عنه ويتوضأ في مكان آخر قطعا لوساوس الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. يكثر اليوم بين جملة من الناس الوسواس في الطهارة وإعادة الوضوء وتكراره، ألا يؤخذ من مثل هذا الحديث صيانة الشريعة وقطعها لأسباب هذا الشر الذي يفسد العبادة؟ ما في شك، الإنسان يتجنب الأسباب التي يحصل عليه بها أذى من الشيطان بالوسوسة، فيتجنب أنه يتوضأ في المكان الذي تبول فيه، هذا يسبب الوسواس، بل يتوضأ في مكان آخر. نعم. أحسن الله إليكم. مما يرشد من ابتلي بكثرة تكرار الطهارة والوضوء والشك فيها على الدوام؟ إذا ذكر الله عند بداية الطهارة بأن يقول بسم الله فإنها تطرد الشيطان عنه، هذه ناحية. الناحية الثانية أنه لا يلتفت إلى الوسواس، بل يرفضه ولا يعني ينفعل معه. نعم. أحسن الله إليكم. ولأحمد وأبي داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. يمتشط كل يوم، لأن هذا من الترف، يعني يرجل شعره هو كل يوم، إنما خلال الأيام حينما يشعث يصلح شعره، أما كل يوم هذا يحدث للإنسان، يعني يحدث عنده التكلف في التجمل. أو يبول في مغتسله، المكان الذي يغتسل فيه أو يتوضأ فيه لا يبول فيه، بل يبول في مكان آخر لئلا يحصل عنده شيء من الوسواس، لأنه يعني قد أصيب بشيء من البول أو من الغائط. نعم. فيقضي حاجته في مكان ويتطهر في مكان آخر. نعم. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. نعم، الماء الراكد، لأنه يفسده البول والغائط، يفسده ويكون الماء مختلطا بالنجاسة، وأما الماء الجاري فهذا يحمله الماء ويذهب ويأتي جرية جديدة طهور. نعم. وعن عائشة قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. نعم، بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثبت هذا، لكنه لم يبلغ عائشة رضي الله عنها، بل بال قائما، فيدل هذا على جواز البول قائما إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان إذا جلس يتوسخ أو يعني يصيب شيء من نجاسة البول أو الغائط، أو المكان أيضا غير مهيأ،
فإنه يبول قائما لا مانع من ذلك مع تحفظه من رشاش البول. نعم. قول حذيفة أنه بال قائما. وروي عن ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. نعم، هذا فيه بيان الاستجمار لقطع أثر الخارج، لأنه يمسح المخرج بثلاثة أحجار، ثلاثة أحجار نقية منقية، ويكفي هذا عن الاستنجاء بالماء، فيجزي الاستجمار بالإجماع إذا كان ثلاثا ولو بحجر واحد له شعب، وإن كان بثلاثة أحجار فلا شك أنه أحوط وأفضل، وهو الوارد في الحديث. نعم. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال سلمان أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي برجيع أو بعظم. نعم، هذا رجل من اليهود قال لسلمان هذه المقالة، علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم، قد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة يعني الكعبة ببول أو غائط، وفي الحديث الآخر شرقوا أو غربوا يعني اجعلوها على جنب. نعم. أو نستنجي برجيع أو عظم. أو نستنجي برجيع وهو روث الدابة، روث الدابة، وهذا سيأتي له إتمام في الأحاديث القادمة، الاستجمار بالرجيع يعني بروث الدواب، هذا لا يجوز ولا يطهر أيضا. نعم. أو والعظم. أو عظم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك أن الروث طعام دواب الجن ولا يلوثه عليهم، والعظم يكسى لحما، العظم حينما نفرغ منه نأخذ ما عليه من اللحم يكسى لحما مرة أخرى لإخواننا من مسلم الجن فلا نفسده عليهم. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من استجمر فليوتر يعني بثلاثة أحجار أو خمسة، أو يعني يقطعه على وتر، ما يقطعه على شفع يعني على عدد زوجي. كان صلى الله عليه وسلم يحب الوتر ويقول إن الله وتر يحب الوتر. نعم. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، يعني من أوتر بأن استجمر بثلاثة أحجار فقد أحسن، ومن اقتصر على حجر واحد ينقي له شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. نعم. وعن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال إنهما لا تطهران. نعم، هذا كما سبق لا يجوز الاستجمار بروث الدواب، وكذلك لا يجوز الاستجمار بالعظم، وعلل ذلك بأنهما لا يطهران أو لا ينقيان، هذه علة. والعلة الثانية ستأتي أنها طعام إخواننا من الجن ودوابهم. نعم. إن شاء الله. ونستفتح بهذا بإذن الله تعالى درسنا القادم. شكرا جزيلا لكم معالي الشيخ، شكرا لكم أنتم أيها الكرام. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا المجلس من سلسلة دروسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشكر في ختام هذا الدرس لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان،
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على تفضله بالشرح والتعليق والبيان، جزاه الله عنا خير الجزاء. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه إلى الدرس القادم إن شاء الله.